قام المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لسوق المنام المركزي للاطمئنان على عملية تشغيل نظام التكييف لسوق الخضار والفواكه بمنطقة سوق البيع بالجملة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تكييف السوق. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للوقوف على احتياجات السوق والتجار والباعة من الخدمات والمرافق، كانت على رأس الأولويات تكييف سوق المنام المركزي تفاديا للأضرار المادية التي تتسبب فيها ارتفاع درجة الحرارة من إتلاف للخضار والفواكه. اليوم يسرني أن أنا أزور سوق المنامة المركزي، وذلك تزامنا مع انتهاء المرحلة الثانية من تكييف السوق المركزي، حيث انتهت الوزارة من تكييف المرحلة الأولى اللي هي سوق التجزئة، واليوم نشهد انتهاء المرحلة الثانية وهي تكييف قطاع الجملة. بلغت كلفة المرحلتين الأولى والثانية حوالي 650 ألف دينار، وموضوع التكييف هو موضوع مهم بالنسبة إلى كل تجار السوق المركزي وأيضا المترددين على السوق المركزي. احنا نبي حقيقة ان نريح التجار، نبي المشترين من هذا السوق سواء مواطنين أو سواء مقيمين يأخذون راحتهم وفي جو صالح إلى يعني تسوق. مشروع تكييف سوق المنام المركزي يصل إلى المرحلة الثانية بتركيب 28 وحدة تكييف وتهوية بطاقة تبريدية إجمالية تبلغ 444 طنا تبريديا و33 وحدة ستائر عزل للهواء وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة والأعمال المدنية والإنشائية ذات الصلة، بالإضافة إلى تركيب نظام التحكم في تشغيل وحدات التكييف. المرحلة اللي بعد التكييف بنحصل على 25 22 درجة، هذا يحفظ لنا أول شيء حق البضائع الخضار الفواكه، وثاني شيء الزباين، يعني الزباين معظم الزباين قامت تغادر السوق المركزي، فالحين لازم الزبون يوصل للسوق المركزي ويشوفون نسبة البرودة. قبل يعني قبل كنا احنا نشتكي من الحرارة، فالآن إن شاء الله بيكون الأفضل. ندعو الزبائن البحرينيين أن يعني يردون على سوق المركزي. قبل حر واجد طبعا ما يقدر واحد يشتغل، الحين برودة الشغل يصير أحسن. مشروع تكييف سوق المنام المركزي يضع على عاتقه خلق بيئة مريحة لمرتادي السوق، بالإضافة إلى توفير التهوية المناسبة داخل السوق والتي تساعد في إبقاء الخضار والفواكه طازجة وصحية إلى فترات أطول. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.